مجرد كلاعب تشعر كدور كقائد لنادي الزمالك داخل الملعب، احساسك بالمسؤوليه وحفاظك على صداره الدوري، كلمنا على الاثنين يا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول طبعا ببارك لفريق نادي الزمالك النهارده، اللعيبه والجهاز ومجلس الاداره وجمهور نادي على الثلاث نقط المهمين جدا. بنستمر في الصداره الحمد لله، ودي حاجه كويسه ان احنا مش لازم نكون في الصداره، لا المهم ان احنا نحافظ على الصداره دي. الحمد لله النهارده المكسب مهم جدا، فتره التوقف اللي جايه طويله، عندنا مباريات صعبه الماتش الجاي هيقابل مع النادي الاهلي، فاكيد الحمد لله الماتش ده بيدينا دفع كويس واستعداد كويس للماتش اللي جاي. اللعيبه كلها عندها اصرار ان هي تكون بتنافس على الدوري وتستمر في الصداره دي، فان شاء الله بتمنى الاستمرار في الموضوع ده. ولكن موضوع قائد ومش قائد دي حاجه اللعيبه كلها بتقدر تساعدني، الحمد لله الواحد لعب فتره طويله في الدوري، فبقدر انقل الخبرات اللي عندي لبعض اللعيبه اللي لسه جديده في الفريق، لكن طبعا كلنا فريق واحد. بتمنى من ربنا ان احنا نفضل بالروح دي وبالالتفاف حوالينا من مجلس الاداره من الناس كلها بالشكل ده عشان نقدر نكمل في الصداره ان شاء الله. الشوط الاول ابراهيم صلاح واحمد توفيق كانوا اثنين وسط مدافع في وسط الملعب، كان في اداء هجومي واضح لنادي الزمالك. الشوط الثاني مع التغييرات كان في اربعه وسط مدافع في نادي الزمالك. المهام، كلمنا عن المهام في الشوط الاول والمهام في الشوط الثاني. انت برضه لازم تعرف حسابك ان احنا في لعيبه النهارده بتلعب لاول مره في التشكيل الاساسي، في لعيبه اتصابت، في لعيبه غايبه. الشوط الاول قدرنا نلعب بشكل كويس، نجيب جون، قدرنا نهاجم كتير. الظروف في الشوط الثاني ما ساعدتناش، اصابات وفي ناس لسه اللياقه مش مكتمله عندها، فاكيد الكابتن محمد شايف ان كان في تغييرات يامن شويه في نص الملعب، قدرنا نطلع بالشكل المطلوب، قدرنا نحافظ على الجون اللي جبناه، ودي حاجه مهمه جدا ان انت لما تجيب جون تقدر تحافظ على ايد الفريق الكبيره. الحمد لله على كده وعلى المكسب، وان شاء الله اللي جاي الاستمرار، عندنا ماتش في الكاس بعد 4 ايام لازم نستعد له بشكل كويس، ونتمنى التوفيق للفريق. صلاح لبعض الوقت كان بعيد عن التشكيله الاساسيه بجهده وبعرقه وبقوه، عاد تاني للتشكيله الاساسيه. ابراهيم يعني قول لي المعادله الصعبه، انت بتبقى بعيد عن الملعب بتفكر ازاي عشان ترجع تاني للتشكيله الاساسيه؟ لا هو الحمد لله انا السنه دي ما قعدتش خالص، الاصابه مع المنتخب بعدت ماتشين بس بتوع الاصابه، لكن الحمد لله رجعت. والله ما مش كلام، بس اي حد في نادي الزمالك هيلعب هيبقى كويس، واللاعب اللي بيجتهد في التمرين بيبقى موجود في الملعب، فدي حاجه كويسه. السنه دي عندنا 30 لاعب بنفس المستوى، دي ميزه ايجابيه في اللعيبه، ان شاء الله يأدوا بالشكل ده لاخر الموسم عشان ان شاء الله نبقى ابطال الدوري باذن الله. كابتن شوبير، ده كان لقائنا مع ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك، عوده للاستوديو.